فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. واخشوشنوا، هذا فيه النهي عن الترف. الترف وهو الإغراق في التلذذ النعم ورقة الملابس وغير ذلك، وعدم المشي، عدم المشي على الأقدام، وأن يكون الإنسان دائما راكب، هذا من الترف. نعم. وهو من العجز أيضا صحيا، هو ضار صحيا أيضا. والله جل وعلا ذم الترف والمترفين. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، وذكر الترف أنه من داء الأمم قبلنا، ترف والحسد. والله جل وعلا ذم المترفين وبين أنهم أعداء الرسل، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال في أهل النار: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يصرون على الحنث، يعني على الشرك، يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ذكر من خصالهم الترف. ولا شك أن العبادة والجهاد والعمل الصالح وقيام الليل وصيام النهار يتنافى مع الترف. فالذي يترف نفسه لا يجاهد، الذي يترف نفسه لا يقوم الليل، بل لا يصلي الفرائض مع الجماعات، ولا يصوم أيضا الصيام النفل، الصيام النافلة. فالترف يقاوم العبادات ويقضي عليها. ولهذا ذم الله الترف والمترفين وأخبر أنهم أعداء الرسل. فالمسلم يتجنب الترف وهو الإغراق في النعيم والتنعم في كل شيء، وإنما يلزم الاعتدال. والله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.